في الحلقة الثالثة من نجوم العلوم، لا مكان إلا لمن يستحق، والتوتر سيد الموقف. لا بالعلم ما في وجهة نظر شخصية، ولا واحد في العالم العربي عامل مثله، ولا واحد. ما بقى تحكي كمان كلام عم تستفزني أكثر. اللي عم ينقبل عم يعطي مساهمة جديدة على المستوى العربي. نجوم العلوم السبت 10:30 KSA على MBC 4.